السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معي أصدقائي مرة أخرى في حلقة جديدة. توصلت في هذه الحلقة بمجموعة من الأدوات لفتح الهواتف النقالة أو الهواتف الذكية، فتابعوا معي فتح علبة أو كيس هذه الأدوات. إذا سنبدأ. إذا لدينا مجموعة من الأشياء في هذه العلبة. إذا ماذا لدينا في هذه العلبة؟ لدينا ما يلي. إذا سنفتح أولا هذا الكيس. لدينا البلاستيكة، بلاستيكة أخرى. هي مجموعة من الأدوات وضرورية لكل من يعمل في هذا المجال، مجال فتح الهواتف وإصلاحها، تغيير الشاشات إلى آخره، تغيير البطاريات إلى آخره. إذا قلت سأبدأ بهذا الكيس. لدينا هنا، نعم، ماذا لدينا في البداية؟ لدينا مجموعة من البراغي بأحجام مختلفة وبرؤوس مختلفة. لاحظوا، سأحاول تقريبها لكي تروها بوضوح. هكذا هذه البراغي. إذن في الرؤوس فهي صغيرة جدا. إذن كيف يركب هذا الرأس؟ أو نعم، هذا البين أو البرغي، نضعه هنا هكذا، ثم بعد ذلك نقوم ب هكذا. لدينا هذا الجانب دوار، سأحاول أن أقرب لكي تروا جميع هذه الأدوات بوضوح. إذا كما قلنا، فهو يأتي مع هذا الحامل الخاص به لكي لا تضيع لك هذه، سأقربها لكي تراها بوضوح. بالنسبة لثمن الشراء الهاتف فهو ثمن بسيط جدا على ما أعتقد. دعوني أراجع الموقع. اشتريتها تقريبا بثمن 7 دولار. نعم، ثمنها هو 7 دولار. المجموعة كل ب7 دولار. سأترك هذه على جانب مع البلاستيكات. تعرفون هذه البلاستيكات لرفع الشاشة، أو نعم كذلك هذه البلاستيكة مثل بطاقة الفيزا كارد إلى آخره. سنفتح الكيس الثاني ونقوم بتفريغه هنا. إذا لدينا مجموعة من الأدوات، سأحاول أن أقرب كل واحد منها إلى الشاشة لكي تراه بوضوح. إذا لدينا مجموعة من القطع البلاستيكية، نقرب كذلك قليلا. كل هذه القطع خاصة برفع، القطعة الأولى رفع الشاشات، رفع أشياء، بينز، كوابل إلى آخره، مختلفة الرؤوس. لدينا هنا تويزر أو ماسك، لاحظوا كي تمسك الأشياء الصغيرة. إن لم تكن مهووس بإصلاح الهواتف يمكن أن تستعمله لالتقاط الطعام كاليابانيين. لاقط أو ماسك. لدينا قطعة من المعدن وهي مرنة. لدينا كذلك هذين القطعتين لرفع الشاشة كالتي تكون في السيارة لحمل الأشياء. تمسك الهاتف واحدة من هذا الجانب والأخرى من الجانب الآخر. لاحظوا كيف يلتصقان. سأتركهما جانبا. ماذا لدينا أيضا؟ لدينا هذه القطعة بلاستيكية، قطعة بلاستيكية أخرى، مجموعة من القطع البلاستيكية المتشابهة. لدينا 4 منها.
ماذا لدينا كذلك في هذه العلبة؟ لدينا قطعة بلاستيكية سوداء لون آخر، لاحظوا في الرؤوس مختلفة. لدينا قطعة من المعدن، هي قوية نوعا ما، قوية مقارنة مع الأولى، فهي مرنة وهي حادة نوعا ما. لدينا كذلك قطعة خامسة، ولدينا هنا بعض البراغي، لاحظوا فهي رؤوسها صغيرة جدا حتى أنني لا أستطيع. لا أستطيع عمل زوم لهذه الرؤوس لشدة صغرها. مقاسات مختلفة، برغي آخر، برغي آخر، أو مفك براغي عفوا، مفك براغي آخر. ولدينا هذه القطعة البلاستيكية. إذا فهذه حسب ما قالوا في الموقع فهي 46 في 1، 46 أداة في 1 باحتساب هذه المفكات البراغي الصغيرة. فهي بطبيعة الحال ضرورية لكل من يشتغل في مجال إصلاح الهواتف النقالة، وهي رخيصة $7، ليست بالكثير. سأترك لكم روابط شراء هذه الأدوات أو هذه الأداة في وصف الفيديو أسفل، نعم أسفل الفيديو. بالنسبة للكاليتي الخاصة بهذه الأدوات، فليس لا أظن أنها كاليتي جد مرتفعة، ليست جودة عالية، ولكن هذا ما تتلقاه مقابل ثمن رخيص. نعم، إذا أظن أن كان هذا كل شيء في هذا الفيديو. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم.